شاهدوا واحد الفيديو ومن بعد غادي نعطيك السؤال. شاهدوا. الوضع سيء الغاية، هل تريد من الأمة أن تعيش بتفسير ابن كثير إلى أن يريث الله الأرض ومن عليها؟ هل هذا معقول؟ هل هذا كلام؟ أن يعيش الناس وكأن هذا التفسير مطلق نزل من السماء، لم ينزل من السماء إلا القرآن. تريد أن يبقى الناس على تفسير ابن كثير حتى يريث الله الأرض ومن عليها؟ هذا يبين عجز العلماء، ولذلك قلت ليس هناك علماء. يقول هذا يبين عجز العلماء، ولهذا أقول ما كاينش هناك علماء. دابا قلت يبين عجز العلماء، يبين عجز العلماء، ولهذا أقول ما كاينش علماء. للأسف الشديد أنا الدكتور الفايد كنعرفه معرفة مقربة، كتعرفه مزيان، كنعرفه مزيان، واش دار شي خلطة واعرة ولا ما عرفش؟ هاد الأيام هذا واحد دين جديد مواليه كنسميهم أو كيسميو أنفسهم، راه دابا راه ما أنت ما حسيتيش بها، لكن أنا عارفة ما كاينش، لم ينزل إلا القرآن. هادو ناس كنسميهم القرآنيين، معنى القرآن يعني أنا عندي عقلي، إذا كان في القرآن أهلا وسهلا، ما كانش في القرآن نطح راسك مع الحيط، كما هو الناس كيقولنا نطحوا راسكم مع الحيط. ولكن هو هنا الدعوة أن داك يعني الموروثات اللي خارج القرآن والتفسيرات، واش ما حقش الإنسان أنه يستخدم العقل أستاذ؟ لا شوف، واش حنا غنبقاو كنخدموا بابن كثير وصحيح البخاري إلى ما لا نهاية؟ اسمح لي جاوبني، يعني كنترجاك أنك تجاوبني. أنا كنجاوبك الدكتور الفيدي، لكن كيصلي غيصلي المغرب 3 ركعات حالي، يخرجها لي من القرآن، يخرج لي من القرآن المغرب 2 بالجهر وحدة بالسر، وشنو يقول في التشهد يخرج لي من القرآن، يخرج لي من القرآن كيفاش غيصلي على يماه إلا ماتت وباه إلا مات في الجنازة، يخرج لي من القرآن، يخرج لي من القرآن كيفاش يقسم التركة بالتفاصيل ديالها. يعني هادشي كاين في السنة وكاين في لا شوف، تركت فيكم اثنين لن تضلوا ما تمسكتم بها، كتاب الله وسنتي، أو كتاب الله وعترتي. فمستحيل أنا لما كنسلم كنقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، إذا ما قلتش أشهد أن محمد رسول الله ما عنديش إسلام، كتاب وسنة. مرحبا بكم. واحد الموضوع بغينا خبر بغينا نناقشوا مع المشاهدين الكرام. أنا نقول لكم ما عرفت منين بدا، أن فيه شخصية كبيرة معروفة مرموقة عندها المحبين ديالها، يعني تجي تناقشوا من تجي يغضبوا المناصرين ديالو، جيتي تنتقدوا غادي تنوض بالبالة، ما جيتي معاه غادي نوض وحدين اخرين. المهم حنا غادي نديرو في يد الله ونطلقو، مشينا قبل ليه ديرو جيم بارطاجي وكومونتير. هو الشخصية ديالنا هو الدكتور فايد، من لا يعرفه الدكتور فايد اخصائي تغذية واللي نال عدة جوائز كبرى في المغرب من الحبيب ودولية وعالمية وعربية. المهم السيد راه قاري مزيان ومعروف وشخصية كبيرة في المجتمع العربي والدولي، صافي احنا عطينا حقنا للسيد دكتور فايد، اللي واحد الوقيتها المغاربة تيطالبوا بأنه يكون وزير الصحة من كثر تخوفوا على الصحة، وتيقدم شي معلومات يعني معلومات قيمة، وما كاينش اللي ما عارفش هاد الشيء، كلشي تيتصور صنتو ليك. وكتالية في ملي كانت جائحة كورونا يعني كان الناس متبعينو الحرف بالحرف، يعني رجعوا للأصل وفوتوا عليك فوتوا عليكم المواد المصنعة، وكان كانت واحد الحرب كبيرة عليه من أي جهات كثيرة، حرب عليه لأنه هو تيحارب المواد المصنعة وسميتو وكلشي، كل شيء تيمنعوا باش يتكال. هذاك الشيء عيشوها طبيعي، عيشوها بشي حاجة اللي كانوا تعيشوا بها جدودنا، ما علينا ما جيناش نحللوا هذاك الشيء اللي كان تيقول كذا، جينا حنا نشوفوا المشكل اللي واقع عليه بينو وبين الشيوخ والعلماء ديال المغرب قاطبة، كاع هذوك سميتو بين قوسين ديك الشيوخ والعلماء، راه كاين اللي تما كاع مخزون او غيديرها البوز كاين شي سميتو الصاد قاعد يتقولق. ما علينا،
دابا كاين غادي نعالجوا الموضوع من بحياديه، ما غادي شوف ما غاديش نقول لكم لا كذا لا كذا، انا نقول لكم اش تقال وانتم حكموا. فالدكتور فايد ناقش عده امور، منها انه سميتو خاصنا نتمسكوا بالقران، نتوجهوا للقران، وما كاينش شي حاجه سميتو من غير القران. فعلماء الاجيال ديالنا منهم سميتو الفيزيائي، منهم الشيخ النهاري، منهم ياس العامري، يعني كلشي تخليطه تماك ديال العلماء والشيوخ. ناضوا قالوا لهم لا، راه كاين القران والسنه، وجابوا لي الدليل بان ما يمكنش تفرق الكتاب على السنه. فالصلاه جات في حكم الصلاه في القران، ولكن كيفيه الصلاه جات السنه ورات الاحكام، يعني كل ما يتعلق بالاحكام جات في القران، ولكن التفاصيل ديالها والامور ديالها كيفاش كدا دورت حتى الصلاه سميتو كلشي جات السنه هي توضحو، يعني ما يمكنش تفرق بين السنه والكتاب. وجات القران سبحانه وتعالى قال لك ما اتاكم الرسول فخذوه، يعني هي جات من عند الله سبحانه وتعالى كما قال الشيوخ ديالنا. وجات تاني الخلاف ديال الحجاب، طريقه الحجاب واللبس ديال الحجاب، وما تخلفوهاش من كذا. الدكتور فايت ما تخلفوهاش ديروها سميتو، هذيك الهضره الشيوخ ديالنا جاوبوه تاني، قال لي ودن عليهن من جلابيبهن، يعني خاصة المرأة تستر كلها لأنها كلها عورة. هو استهزأ بهم قال لهم لا، علاش تيقولو المرأة كلها عورة ولا لبست هكذا كذا، إلا لبست الحجاب راه متبرجة، وما معنى التبرج؟ فهاد شي موضوع آخر. وكذلك مشاو تاني الحائض أنها ممكن تصلي وتصوم، فالدكتور فايت تيقولك بأن ما كاينش شي نص في القرآن تيدل على أن دم سميتو على الحائض أنها ممكن ما تصليش وما تصومش. العلماء ديالنا الشيوخ ديالنا أجلاء تيقولك تدخل في باب أنها مريضة وخاصها ما تصلي ما تصوم. فهاد شعالة وهاد الشيء اللي نايض بين الدكتور فايد والشيوخ ديالنا راه طلعوا منيت ولا شاعلة قضية شاعلة. من المنظور ديالي أنا يعني ما غاديش نقسم قيمة الدكتور فايد، اللي معروف عربيا ودوليا، فعنده اجتهادات، عنده كذا سميتو، عنده يعني كيما خلى هذاك الشيوخ ديالنا قالك خاص يتركز الجانب اللي تعرف فيه بزاف، هو التخصص ديالو الغذائي يبقى تماك، ما عندوش مع الشارع وكذا. الدكتور فايت تيقول لهم انه الفقهاء ديالنا ما خاص يكونوا عندهم وصايا على الدين ديالنا، احنا راه كلنا خاص نكونوا كلنا عارفين سميتو الشريعه، يعني كاع خاصنا نكونوا متفقهين في الدين ديالنا كلنا. وهذوك الفقهاء والشيوخ ديالنا قال لك خاص يزيد واحد سميتو واحد الحاجه سميتها الكونيه، قال لها هو رياضيات الفيزياء كذا، يعني خاص الفقيه قال لك خاص يتقف راسو، خاص يكون جامع بين الشريعه والعلوم ديال الدين والدنيا، العلوم الانسانيه بحال الرياضيات بحال مثلا الفيزياء كذا، يعني خاص يكون هوكا العالم ديالنا، ماشي العالم ديال حافظ الشارع وجاي باش يكون هو وسيط بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. قال لك ما كاينش هادشي، هادشي اللي قال. وانا بالي من الراي ديالي نقول الراي ديالي، نتوما نحكموا نتوما تقولوا لنا الراي ديالكم في الكومنتيرات كيفاش هاد التاريخ الحريره. من المنظور ديالي انه ما كرهناش شي مناظره بين الدكتور فايد وهاد الشيوخ، ولا يجلسوا الطبلة، إلا جلسوا الطبلة راه غادي تحيد الخلاف، فهما هادشي اللي تيهضرو فيه بحال تتمشي لشي متشابهات في القرآن ولا كدا ولا سميتو شي
شي حاجه اللي سميتو اللي جداد فيها الشيوخ والصحابه وكذا وسميتو عطاو الراي ديالهم عطاو الاجتهاد ديالهم فهاد الشيء تيمشيو ليه تخربقوا. جلسوا بعضياتكم وهضروا وراه غادي يحيد لبس الخلاف. فالدكتور فايد هذيك الهضره اللي كاع كلها كاين تيخرج فيديوهات تيقول لك انا ما قلتش الشيء انا ما فهمونيش فهموني غلط كذا. هذيك النهضره قالها الشيوخ شاعرين من جهته لان نزل من القيمه ديالهم وصفهم مواصفات مش تلهيه. فجلسوا الدار وهضروا بيناتكم وغادي تحيد الخلاف ان شاء الله. هذا فيما يخص الدكتور فايد والشيوخ ديالنا العلماء ديالنا.